حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. تعد الظاهرة الإماراتية ثمرة من ثمرات تخرج مجموعة من طلاب كلية المدينة الجامعية بعجمان المتميزين، حيث تم إنجاز تصميم فني يحمل محتوى علمي حول مكونات الإنجازات الإماراتية. للحديث عن هذه الظاهرة الإماراتية وغيرها من المشروعات نستضيف معنا الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلان بالجامعة. حياك الله يا دكتور، منور معنا، صباح الخير يا بلادي. نوركم دكتور. خلنا نتكلم بشكل كبير عن مشروع الظاهرة الإماراتية ولوحة سور الإمارات العظيم، طبعا عناوين كبيرة ومبتكرة. ليش اخترتوا الاسم هذا بالذات على اللوحة، وشو هو المشروع هذا نتكلم عنه بشكل أعمق؟ في البداية صباح الخير دبي، صباح الخير الإمارات. وبقول بأنه الظاهرة الإماراتية ولوحة سور الإمارات العظيم ضمنا كانوا بالفعل عناوين مبتكرة، ولكن هذا الشيء لزاما علينا نسويه ونحن موجودين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة اللي عم تدفع باتجاه الإنجازات الابتكار وغيره من الأمور. وبالتالي نحن عم نحاول مواكبة كل ما يقوم به صناع القرار في الدولة، بدءا من رؤية الشيخ زايد رحمة الله عليه وصحبه ومن خلفهم، كيف دايما عم بيكون في تحفيز للمواطن المتواجد، سواء كان مواطن الإماراتي أو حتى الوافد المتواجد على أرض دولة الإمارات، من أجل أنه يكون في عنده نوع من الابتكار أو الإبداع. نحن بنعرف أنه سلسلة الإبداع تبدأ بفكرة رائدة، أكيد هي فكرة صغيرة تبدأ وتكبر قولا واحدا. وبالتالي نحن كانت الفكرة من الأساس أنه إنجازات الدولة، كل تلك الإنجازات التي يحملها كل يوم في دولة الإمارات، نحاول أن نصنع هذا المشهد الجمالي، تصميم ذو بعد جمالي ولكن يحتوي statistics، إحصائيات على مستوى كل القطاعات المتواجدة في دولة الإمارات، نضعها بطريقة فنية كما قلنا، وصنعنا أيقونات. هذه الأيقونات العمرانية المتواجدة على أرض الدولة حملت بشكل حيوي معلومات لها علاقة بها. على سبيل المثال إذا حطينا متحف مثلا نضع المعلومات المتعلقة بالمتاحف، إذا وضعنا ناطحات السحاب نضع المعلومات المتعلقة بناطحات السحاب، إذا وضعنا جواز السفر الإماراتي ما شاء الله رقم واحد في العالم وضعناها على وزارة الخارجية، وهكذا دواليك. إذن هو مشهد متكامل يصنع مجد وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نحن قاعدين نشوف اللوحة هذه الجميلة اللي جايبينها أنت معك، لوحة السور، سور الإمارات العظيم، طبعا اسم جميل جدا. كيف تم اختيار هذا الاسم؟ هذا المجسم هو معبر عن اللوحة الكبيرة والتي هي بعرض 5 أمتار وارتفاع 3 أمتار. نعم. الحقيقة أنه نحن الرؤية كانت في البداية من أجل وضع كل تلك المعلومات عن الظاهرة الإماراتية، كيف حدثت تلك الظاهرة عبر أزمان قياسية، قفزات نوعية للغاية على جميع الأصعدة. وعندما رصفنا تلك الأيقونات العمرانية التي أردنا أن تعبر عن الحضارة الإماراتية، وجدنا وكأنها تشكل سور بكل ما تحتويه من أشكال أو أيقونات عمرانية، وبكل ما تحتويه من معلومات مميزة للغاية وصلت إليها الدولة الإماراتية خلال فترة قياسية. إذن كانت الفكرة وليدة الموقف، وليدة الرؤية التي تم تنفيذها. طبعا دكتور اسمك صار مرتبط بشدة يعني بسلسلة من المشاريع الأكاديمية الرائدة في الدولة، حدثنا عن هذا الارتباط الوثيق بينك وبين هذه المشاريع. بطبيعة الحال كان هناك العديد من تلك المشاريع، على سبيل المثال الخارطة الذهنية لسعادة الإمارات، الخارطة الذهنية للابتكار، المبتكرون صناع الأمل والسعادة، السعادة في العلم، وكل من تلك التي توجناها الحقيقة في مشروع سابق اسمه زايد في عيون التاريخ. نعم. وضعنا إرث زايد وزايد العطاء، كان أيضا مشروعين مميزين وتم تغطيتهم إعلاميا، وأنا بشكر جزيل الشكر مؤسسة دبي للإعلام اللي دائما عم تكون داعم للنشاطات الطلابية وبتقدم التغطية لها. إذن تلك المشاريع أنا أستلهم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كيف أن كل من تلك الإنجازات كانت وليدة فكرة رائدة. صحيح. هذه الفكرة استثنائية عندما نضعها موضع التنفيذ فتصبح إن شاء الله ابتكار وأبداع إن شاء الله. جميل جدا. كلمة أخيرة دكتور محمد فراس حاب تقولها أو توجهها فعلا لكل من عنده ابتكارات أو إلهام معين؟ الحقيقة أنه قولا واحدا، كما يحفزنا صناع القرار في الدولة بأن يكون هناك دائما لمسة ابتكارية في حياتنا، أسلوب حياة، وليس القضية تتعلق فقط بالابتكار، إذن أسلوب حياة، يجب لكل طالب أن يضع بصمة في حياته الجامعية تكون خلال مشروع تخرج له ألق
له قيمة، له محتوى علمي رائد واستثنائي. إذن أحض دائما أن نتمثل تلك المقولات الجميلة التي يحفزنا بها صناع القرار في الدولة. جميل جدا دكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلان، نحن شاكرين أول شيء تواجدك اليوم معنا في صباح الخير يا بلادي، وعساكم دائما على القوة وإن شاء الله دائما بالتوفيق ومنها إلى الأعلى على كل المشاريع اللي تقدمونها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور.